اهلا بيكم في جو فيزيو، معاكم دكتور محمود دياب، استاذ العلاج الطبيعي جامعه القاهره، استشاري العلاج الطبيعي بالولايات المتحده الامريكيه وبمستشفيات جامعه القاهره. ان شاء الله هنكون مع بعض في كورس كويس جدا، مهم جدا، يعني اتراكتيف جدا. هنتكلم على الدورسال سباين او الثراسيك سباين، هنتكلم عن 5 موديولز، هنتكلم عن الاناتومي زي ما عودتكم، هنتكلم على الديفرنشال دياجنوزز موديول 2 موديول 3، هنتكلم على الترياج والريجون انتر ديبندنس، اخر 2 موديولز هنتكلم على الاسسمنت وهنتكلم على التريتمنت ان شاء الله. يعني نقدر نقول كده ان معظمنا مش بنقرا كتير عن الدورسال سباين، معظمنا ما عندوش معلومات وفيره عن الدورسال سباين. هنعرف اهميته، هنعرف الاناتومي والباي ميكانكس بتاعته، هنعرف الباثولوجيز اللي بتافكت الدورسال سباين، هنعرف الرول بتاعه في الريجون انتر ديبندنس، وكمان مساهمته في مشاكل وعلاج السيرفيكال سباين ومساهمته واستخدامه كعلاج في اللامبر سباين. فانتظرونا ان شاء الله.